عايزين نتكلم بس الشغل مع محمد امام كده اكتر حاجه بتتعب. محمد صديق عزيز جدا من ايام ما احنا كنا في الجامعه، بحبه جدا، بحترمه جدا كممثل. ما بيوقفش لحد اما بياخد بالظبط اللي هو عايزه وان هو يبقى بيرفكت، وانا كده. فاحنا لقينا بعض قوي في الحته دي. ممكن ولا كانت فكره الغنى؟ لا لا، الغنى دي هوايه بالنسبه لي، مش حاجه ممكن ارجع لها. اتسرقت كم مره وانا لسه بغداد؟ اللصوص بقى عملوا معاك ايه؟ مره مره كان في حد عندنا في البيت سرق مني حاجات غاليه قوي. اكيد واحنا صغيرين بناخد كده حاجات من ورا اهالينا. عملنا كده كم مره؟ لا عمري ما خدت حاجه من ورا اهلي، لا والله ما خدت. لا الكفته دي معموله في البيت، ما انا ممكن اكل كفته مع بيتي. فيلم توأم روحي ان شاء الله باذن الله هينزل في شهر 2، وانا داخله فيلم جديد ان شاء الله اخراج استاذ امير رمسيس ومعايا استاذه الهام شاهين اسمه حظر تجوال. ان شاء الله احنا لسه مش عارفين هو هينزل امتى، لسه هنبدا تصوير ان شاء الله الاسبوع الجاي. حاجه من توأم روحي 2020. مين توأم روحي؟ خلاص يا جماعه انتوا. ان شاء الله في حاجه في رمضان، ولكن لسه ما اعلناش عنها. ان شاء الله في خلال الاسبوع او الاسبوعين الجايين هنقدر ان احنا نقول احنا بنعمل ايه. شكرا. شكرا. عملته في لسه بغداد. شكرا. تعالي يا جماعه. بس كمان معرض على شخصيات حقيقيه جوه المجتمع بعلاقاتها بتفاصيلها بالتغيرات اللي بتمر فيها. ان شاء الله الناس ويبقى حاجه. الصندوق الاسود بيخلص يعني دلوقتي في مونتاج وانتاج.